أعلنت الإدارة العامة للمرور عن العمل على مشروع جديد لتطبيق تقنية التعاملات الرقمية بلوك تشين لتسجيل المركبات في مملكة البحرين، وضمن توجه الحكومة لتوفير خدمات ذات جودة عالية توظف أحدث التقنيات عالميا في تنظيم حركة التسجيل للمركبات. فإن الإدارة العامة تسعى للحصول على شريك فني للتصميم وتنفيذ هذا المشروع، وقد تم الإعلان عن المشروع الجديد في إطار انعقاد مؤتمر بوابة الخليج 2018. وفي تصريح له قال المدير العام للمرور الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة إن نظام التسجيل الجديد سيسهم في تقليل كلفة الحفاظ على البيانات الأساسية للمركبات بشكل كبير، مع الحصول على كفاءة أكبر في إدارة المعلومات مع مستوى أعلى من الشفافية لجميع المعنيين بعملية تسجيل المركبات. ويشكل مشروع تطبيق تقنية التعاملات الرقمية بلوك تشين لتسجيل المركبات إضافة جديدة ضمن خطة مملكة البحرين لتوظيف التقنيات الحديثة في مواصلة تطوير الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص في ذلك.